السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، وفد أمريكي رفيع يصل السعودية لإجراء مباحثات بشأن اليمن، وإلى التفاصيل. وصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن اليمن. وقال موقع أكسيوس أن وفدا أمريكيا رفيعا وصل أمس الثلاثاء إلى السعودية لإجراء محادثات حول الوضع في اليمن والتصعيد الأخير بين قوات صنعاء وإسرائيل. وفي الأثناء قالت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة عاودت الضغط على الرياض لعرقلة تجاربها مع صنعاء، وأضافت أن واشنطن ما زالت تصر على رفض أي تقدم في ملفات السلام في اليمن لإيقاف قوات صنعاء لعملياتها العسكرية ضد الملاحة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي. وكانت صنعاء قد أعلنت عن اتفاق جديد مع الرياض يقضي بإيقاف التصعيد الاقتصادي ضد البنوك في صنعاء وإعادة فتح مدار صنعاء أمام وجهات جديدة. ورفضت صنعاء أي ضغوط اقتصادية لتعديل موقفها المؤيد للمقاومة الفلسطينية، وهددت بالرد العسكري على أي تصعيد اقتصادي. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.